الحين فهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام، أرحب بكم في إطلالة جديدة وميلاد جديد لبرنامج ميلاد، كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. أهلا بك يا دكتور سلمان. مساك الله بالخير والأخوة والأخوات جميعا، صباحهم ومساهم. يا صباح الخير ومساء الخير. عنوان حلقتنا اليوم مشاهير، والشهرة هي قضية تتعلق فيها نفوس الناس، وقضية يحلم فيها كثير من الناس ويسعون لها ويبذلون لها الغالي والنفيس من أجل تحقيقها. ما هي حقيقة هذه القضية وهذا المفهوم، مفهوم الشهرة؟ دعوت الله أن تسمو وتعلو علو النجم في أفق السماء. جزاك الله خير. فلما أن علوا تبعوا التعني فكان إذن على نفسي دعاء. لا إن شاء الله. أبو تمام يقول إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. الوفاء من شيم الإيمان. فيما يتعلق بالشهرة لها مفهوم. ما الشهرة هي أن توفر الناس على البحث عن شخص أو الحديث عنه وعن تفاصيله وجزئياته وأحواله. وغالبا ما يطلق في عند السلف لفظ الشهرة أحيانا، وقد يكون فيه شوب من النقد لهذا المفهوم. يعني ربما نستشهد هنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة ثم أوقده عليه نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح. فيفهم هنا أن هناك أحيانا نوع من تطلب الشهرة أو البحث عنها. إذا كان الإنسان يبحث عن الشهرة لذاتها كمقصد، سواء بلباسه أو بتصرف معين أو بمخالفة للمألوف، لأن بعض الناس يستعجل الشهرة من خلال أنه يقدم شيئا مخالفا للمألوف، مثل ما أنت مرة قلت خالف تعرف. فهذا يكون في مقام الذم، وهو الذي ربما يحمل عليه كثير من كلام السلف. المقصود أن هذا معنى الشهرة. قصة معمر بن راشد قلت لي إياها قبل البرنامج، تذكرها؟ قصة معمر بن راشد رضي الله عنه، يروي عن أيوب يقول أنه كان يعني يلاحظ في ثوبه تذييل، يعني طول، فكلموا في ذلك، فقال إن الشهرة اليوم في التشمير، يعني أنه يقول أن على الأقل الجو المحيط بهم والمناخ القريب منهم كطلاب في العلم والحديث كانوا يتنافسون في رفع الثياب، حتى أصبحت الشهرة أن يعني يظهر الإنسان نوعا من التقوى والزهد والورع بأن يقصر ثوبه. فكانت التقوى عنده رضي الله عنه، هذا الشيخ بكر بوزيد له كتاب في مسألة تشبير الثياب وما يتعلق، وذكر هذا المعنى بشكل واضح وسافر. يعني المقصود هناك طبعا مفهوم آخر، وهو قضية البطولة، وهو مرتبط بالشهرة. فالبطولة أحيانا في الماضي كانت تعتبر نوعا من التضحية والفداء في مقامات، هذا معروف في الثقافة العربية والإسلامية وفي الثقافة اليونانية والعالمية بشكل عام. اليوم ربما الشيء الوحيد الباقي من البطولة يعني المتصل بقوة البدن هي الأبطال الرياضيون الذين ربما بقواهم البدنية يفوزون ويتغلبون ويصبحون، أصبحوا يعني نجوما عالميا في الشاشة. ولكن هناك أيضا البطولة بالمفهوم الفني، بمعنى نقول أحيانا بطل الرواية أو بطل القصة، ونحن نقصد الشخص الذي تدور حوله هذه القصة بغض النظر عن الدور الذي يقوم به. ربما يكون دورا مشرفا بطوليا فعلا بالدفاع أو بالتضحية أو بالفداء والصبر، وقد يكون دورا لص مثلا أو خائن أو مجرم من خلال هذه القصة، مع ذلك يسمى دورا بطوليا. وهكذا ربما يكون هذا شيئا مكتوبا أو عبر هذه الكاميرا التي تلاحقه على الشاشة. هنا أيضا يظهر مفهوم جديد للبطولة. هناك في المخيال الشعبي مفهوم البطولة الذي ينتظر بطلا منقذا. الناس يتحدثون عن أحيانا لما يتحدثون عن شخص بالحق أو بالباطل يقول لك هذا الزعيم الملهم والبطل الأوحد والمنقذ، ويسبغون عليه ألقابا وألفاظا فضفاضة وقد لا تتناسب البتة مع الدور الذي يقوم به. وتاريخيا الناس في كل أزماتهم ينتظرون بطلا أو ينتظرون مخلصا أو منقذا، بينما هذا يضعفهم عن أن يقوموا هم بالدور والمسؤولية التي أناطها الله تبارك وتعالى بهم وحمل كل فرد بقدر طاقته، بعيدا عن المبالغة وبعيدا عن انتظار الأمور الخارقة. إن الله سبحانه وتعالى تعبد الناس بالأمر المقدور عليه. فهذا يعني جزء من مفهوم البطولة الذي هو مرتبط بالشهرة.
إذن الشهرة لا تحمد ولا تذم لذاتها وإنما لمتعلقاتها. بالضبط، أو تحمد لمتعلقاتها، للمقاصد المبنية عليها، تحمد للوسائل التي تستخدم فيها يعني، وهي وضدها أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله تعالى لأبره. فعني هذا الإنسان البسيط، فقير، متواضع، قنوع، ربما عنده ويتوفر على قدر من الإخلاص والإيمان، وحتى النموذج يصنع النموذج للمجتمع، بحيث يصل من النزاهة أنه لو أقسم على الله تعالى، لو دعا الله تعالى أو أقسم على شيء أن يفعله لفعله الله عز وجل وأبر قسمه. وبالمقابل ينبغي أن نتذكر أنه لما يقول ربنا سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أنا لا أتصور إمامة في الغالب أو لا تكاد توجد إلا مع الشهرة، أن يكون مشهورا. ولذلك أشهر العالم والبشر هم الأنبياء. وتعرف مايكل هارت هذا يعني في كتاب المئة الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقام الأول، وكذلك موسى من الأوائل، وعيسى عليه خالدون مئة جميعا صلوات الله وسلامه. فهنا الأنبياء هم قادة مثل هذا الموكب البشري في الشهرة، وشهرتهم هنا ليست مقصودة لذاتها وإنما لتبليغ رسالات الله عز وجل، وهذا المعنى المقصود، أن تكون الشهرة هنا ليست مقصودة لذاتها وإنما أن تكون وسيلة. وهنا في سؤال أنا لا أملك إجابة عليه: حتى حينما تكون الشهرة مقصدا من غير أن تكون مخالفة لشريعة الله ولا قصدا لخلاف الناس، وإنما اشتهر إنسان بصفة موجودة فيه، اشتهر مثلا بقدرة بلاغية أو بيانية أو خطابية أو فنية أو كتابية أو أسلوب، أو هذا يبدو أنه داخل في دائرة المباح. فنقول هنا في الشهرة مثل ما نقول في المال، الإنسان إذا كثر عنده المال بحسب مصادر المال التي جاءت إليه وبحسب ما يستخدم هذا المال فيه نستطيع أن نقول ذلك. وهكذا ما يتعلق بالعلم، أن يكون أراد الله ورسوله بهذا المعرفة واستخدمه في خير. فأظن أن الشهرة هنا لا يمكن أن نمدحها مطلقا أو نذمها مطلقا، وإنما الأمر مرتبط بهذه الاعتبارات. ويمكن يحمل هذا ما يعني ما جاء في تراثنا الأخلاقي وتراثنا حتى السلوكي أو ما يتعلق في تزكية النفس، كان هناك نوع من يعني الأنفة أو الاستعلاء على قضية حب الظهور، حتى يقال حب الظهور يقسم الظهور. وابن عطاء الله السكندري يقول: ادفن وجودك في أرض الخمول. هذا يحمل على تزكية النفس وتربية النفس، ولا يحمل يعني وليس كشهرة مذمومة لذاتها. وأيضا أنه الشريعة جاءت بضروب شتى في كثير من الأشياء، لأن الشريعة لم تنزل لفئة من الناس. هناك إنسان بطبعه قد يحب الظهور، لكن هذا الحب وظفه في خير، ولم يتجاوز في حدود الله سبحانه وتعالى، ولم يعصي، ولم يستخدم ظهوره في خطأ، هذا أظن أنه أقرب إلى أن يكون في دائرة المباح إذا لم يظلم فيه أحدا من الناس. مثل حب المال، وتحبون المال حبا جما، ومثل حب المعرفة لذاتها. يعني الإمام أحمد لما جاءه أبو داود وقال له كتاب السنن ألفته لله سبحانه وتعالى، فقال له الإمام أحمد: أما لله تعالى فشديد، ولكن قل هذا شيء حبب إلي فعملته. يعني حاجة أحب أنا، هواية، رغبة، وهذا من باب التواضع. وإلا فإن الأصل أن المؤمن الذي يوجد الإيمان في قلبه كل وظائفه وإمكانياته وقدراته ينبغي أن تكون موظفة في تعزيز هذا الإيمان. الشهرة لا تتوقف على الشخص المشتهر أو المشهور، وإنما تنسحب على حتى على أسرته، فأحيانا تحمل الأسرة جريرة يعني المشهور سواء كانت طيبة أو غير طيبة، فيتحملون وزرها ويتحملون مسؤوليتها وتبعاتها كلها. يعني هذه فعلا قضية يعني جدا مهمة. أنت لك مقال في هالقضية دكتور، اللي أخرجوني من جلباب أبي. أي هذا جانب في هذه القضية. هذا جانب القضية، يعني أنت الآن أشرت إلى قضية مهمة، يمكن أول مرة يعني أسمعها يعني بهذا المستوى. هي قضية أنه أحيانا خلنا نبدأ بالجانب السلبي قبل ما ننساه. طيب. يعني قد يشتهر الإنسان في غير خير، اشتهر بخطأ أو حتى موقف ليكن بالغا ما بلغ في السوء. هنا ما هو ذنب الأسرة أحيانا أنه يتم استهداف بناته أبنائه أسرته أقاربه أحيانا القبيلة؟ يعني هذه العقلية التي هي أبعد ما تكون عن تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى،
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. والله سبحانه وتعالى قال ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، يعني العقلية التي تصادر الأسرة بأكملها أو تحملها وزر فرد من أفرادها أو بنت من بناتها أو حتى لو كان الأب نفسه، أنت ابن فلان فعل، يا أخي سبحان ربي، أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، قال لا تذكروا أباه بسوء، لا تذكروا بسوء عكرمة بن أبي جهل. وحتى أبو لهب كان يكتفي بأن يقرأ القرآن، أما الحديث عن ويعني تقليب المواجع فكان هذا ليس منهجا نبويا ولا منهجا شرعيا. فالمقصود هذا جانب مهم. في الجانب الآخر طبعا اللي هو بشكل عام أن الشخص المشهور ربما أسرته هي أكثر الناس معاناة لهذا الجانب، لأنه ربما هو للناس أكثر مما هو للأسرة، تجد أن وقته في الغالب خارج المنزل، انشغاله، جهده الذي يبذله، لكن إذا عاد إلى الأسرة تجده مجهدا مكدودا، أو تجد أنه أحيانا متوترا عصبيا يشعر بالضغط، ولذلك ربما يكون عنده حالة من الانفعال والغضب بسرعة، وأحيانا الزعل، زعل على الزوجة شريكة الحياة ولا على الأطفال، أو التجاهل، أو أنه يريد منهم أن يدعوه بحاله أو يوفروا له دائما الجو الهادي. هنا حالة من الوضع النفسي الذي يتطلب معالجة، أن هؤلاء الناس ربما الناس يمدحون مثلا فلانا لأنه عالم أو داعية أو شيخ مثلا أو صاحب دورات أو يعني مبدع في أي مجال من مجالات الحياة، بينما يمكن أفراد الأسرة يعني صحيح أنهم قد يعني يفتخرون به أمام الناس أو يجدونه شيء من الوجاهة أنهم أقارب له، لكنهم مو على نفس الدرجة من مو على نفس الدرجة أو يعانون، بل أحيانا يكون هذا الإنسان مثلا الشخص يعني المشهور قد يكون مشكلة بالنسبة لأبنائه وبناته على وجه الخصوص. يعني مثلا المقال هذا اللي أظن أنت قلته، أخرجوني من جلباب أبي، يعني هذه وجدت أنا كتبت بناء على أني سمعت من عدد من مشاهير الدعاة والعلماء والذين لهم حضور أنه الولد والبنت أحيانا يتضايقون وحق لهم ذلك. ليش؟ لأنه إذا كان في المدرسة أو في اجتماع أو مع مجموعة أصدقاء أو في حال خطأ أو صواب، تجد دائما التعويل على أنه أنت ابن فلان، أنت بنت فلان أو فلانة أيضا، بحيث أنه إن كان صواب فكأنه يعني ليس لك فضل لأنه أبوك فلان أو أمك فلانة، وإن كان خطأ كيف تفعل هذا وأنت ابن فلان أو ابن فلانة، في كل الحالتين يعني أنت في وضع صح. هذا إلغاء لشخصية الإنسان، ولذلك بعضهم يحب أنه يتجرد، حتى في ناس ربما لا يذكر اسم أبيه أو يذكر اسم أبيه ولا يذكر اسم العائلة، بحيث لا يريد من الناس أن يقولوا أنه فلان ابن فلان، ويريد أو ينتسب إلى القبيلة بشكل عام، يريد أن يعيش حياته. يعني هذا الإنسان أيضا هنا يعني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نحن نجد أنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم أبناء، كما قال الله تعالى عن نوح إنه ليس من أهلك عن ولدي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والعكس بالعكس، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كان مشركا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فالمقصود هناك انفكاك في الشريعة ما بين المسؤولية الأب ومسؤولية الابن. يعني حتى التأثير الفكري مختلف، يعني ممكن يكون الأب من فكر معين والابن من فكر معين، يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة بشكل طبيعي وشكل عادي، ولولا ذلك لكان الناس كلهم مؤمنين ولا يكونوا نسخ واحدة مكررة. وليس المطلوب من أبنائه من الأبناء أن يكون نسخة من أبيهم من الأب، ولولا ذلك لكان الناس كلهم مؤمنين لأنهم أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي مكلم ومعلم. يعني دكتور، أبنائك يكتبون في تويتر، هل توافق على كل ما يكتبون، أو هل كل ما يكتبون هم يوافق فكرك ولا؟ أنت تسألني هل الآن أتابعهم ولا لا؟ يعني في احتمال أنك ما تتابعهم؟ في احتمال، نعم. الحقيقة أنا يعني أؤمن بالكلام الذي قلته، وأعتقد أنه أحيانا أسلوب التأثير غير المباشر وليس أسلوب الأمر والنهي، بمعنى أن الإنسان حتى خاصة الأبناء والبنات حينما يتجاوزون السن المراهقة والحلم ويصبحون ناس على مستوى معين، يعني لهم خياراتهم ولهم قراءاتهم وثقافتهم ومسؤوليتهم، الإنسان يتحدث معهم بالكلام الطيب، يجادلهم ويحاورهم، يدعو لهم بخير،
هم يتحملون مسؤولياتهم. وأنا يعجبني هنا أن الإنسان لا يحاول أن ينسب نفسه لأبيه أو أنه يتحمل. أنا أذكر واحد منهم مرة يعني طلبت منه أن يكتب، فقال أنه يحب أن يكتب في مجال آخر حتى لا يقول الناس أنه يكتب بإملاء من قريبه أو أنه حصل مثلا هذا الزاوية ليكتب بها بحكم قرابته أو ما أشبه ذلك. وهذا في نظري يعني مفهوم. يعني العلاقات الاجتماعية للمشاهير، يعني المشاهير قبل الشهرة يكون لهم أصحاب وعلاقاتهم مع الأهل في تواصل، لكن العلاقات هذه مباشرة تتغير بعد الشهرة، فيكسبون أصدقاء جدد أو أحيانا عدد كبير من الأصدقاء. هل هذه العلاقات ما بعد الشهرة هي علاقات جادة وحقيقية ولا لا؟ هو عادة الدراسات حتى النفسية تقول أن كثيرا من المشاهير لا يتمتعون بعلاقات اجتماعية دافئة وجادة، خاصة تلك العلاقات الجديدة مثل ما أشرت، يعني أصبح الإنسان عنده ملايين أحيانا يتابعونه أو يتواصلون معه عبر الجوال أو تويتر أو الفيسبوك أو الشبكات الاجتماعية. فهل العلاقة هنا جادة من الطرفين؟ أحيانا يعني العلاقة تكون علاقة أشبه ما تكون بعلاقات عامة وليس فيها تلك الجدية ولا ذلك الخلود. ولذلك أنا أقول أن الاحتفاظ أولا بالعلاقات القديمة، وعندنا المثل الشعبي يقول قديمك نديمك، أنه على الإنسان أن يحتفظ بعلاقاته القديمة وأن لا يفرط فيها مهما كان الأمر. يعني هذا معنى مهم. الجانب الثاني أنه كلما كان الإنسان أكبر قلبا وأوسع استيعابا وأصفى وأنقى، كان لديه القدرة على أن يتواصل مع الآخرين وأن يفتح لهم قلبه وصدره. أحياناً ربما لا خيل عندك تهديها ولا ماله، لكن تستطيع أن تقدم الكلمة الطيبة والدعوة. وسبحان الله، أنا يعني تجربتي الصغيرة أنه أحياناً مثل كثير من البنات ترسل لي رسالة بالجوال أنه أنا تأخر زواجي مثلاً ادعوا لي، وقد تذكر قصة طويلة جداً، فلما أقرأها أجد أنه كل ما هو مطلوب هو الدعاء، فأكتب أدعو لك بخير، أبشري بالدعاء، وفعلا أدعو لها فورا وأنا أقرأ. فتجد أنه بعد بضعة شهور هذه البنت تقول أبشرك مثلا جاء فارس الأحلام ونحن الآن بصدد استكمال الإجراءات والدعاء. وقد يكون هذا هو شيء مكتوب عند الله من قبل أن إجابات سريعة ما شاء الله الإنسان، ولكن لا، هو يعني الكلمة الطيبة صدقة، وشعورك بأنك مع الناس. أحيانا الإنسان الناس بحاجة إلى أحد يحسسهم بالقرب. الكثير من الناس يشتكي يقول لك مثلا عنده جفاف عاطفي او فقر عاطفي او احيانا حتى جذب ولا يجد عند اهله. فهذه الكلمات الطيبه يعني التي يتم تداولها لا تكلف الانسان الكثير، ولكنها تعبر عن نوع من العلاقه الحميميه. وانا اقول لا يصلح ان يكون الانسان في ظاهر الامر عاطفيا وحنونا واستيعابيا بينما في حقيقته هو ليس كذلك. وإذا كان الإنسان مع الأباعد هكذا، فيجب أن يكون مع الأقارب أشد، فالأقربون أولى بالمعروف. من أكثر الأمور التي تتعلق بالمشهورين قضية المعجبين والمعجبات، وهذه من الموضوع. وأنت يعني أحد المشهورين، فما هي يعني ما أثر قضية المعجبين والمعجبات على نفسية المشهور وكيف يتعامل معها؟ خبرتي المحدودة يعني في هالجانب، يعني أنه طبعا مثل ما ذكرنا أنه العلاقة قد تكون كثير حتى من المعجبين والمعجبات، العلاقة في الغالب هي أيضا ينبغي أن ينظر في مدى جديتها ومصداقيتها. هناك أناس العلاقة عندهم جادة وصادقة، ولما يقول لك أنه يحبك في الله مثلا فهو كذلك يحبك في الله. لكن في أحيان كثيرة تجد أنه هناك إنسان ربما يعني هو من خلال علاقته بك يحقق ذاته بشكل أكبر وبشكل أفضل. هنا علينا أن نستثمر هذه العلاقة بدلا من أن تكون نوعا من التلاعب العاطفي، علينا أن نستثمرها في الدعم والإسناد للآخرين، نشر قيم الفضيلة ونشر أيضا معاني الإيجابية والتفاؤل والرضا والسعادة وحب الحياة الطيبة وحب التعامل الإيجابي مع المستجدات والمتغيرات. أجد أنه في كثير من الناس من خبرتي الضعيفة أيضا ومعلومات التي أسمعها أنه هنا مثلا يترتب على ذلك أحيانا عروض يعني زواج عند بعض الناس، وقد يترتب على هذا أن الإنسان مثل ما قال لأحدهم أنه مثلا فلان أصبح مزواجا مطلقا يعلق ويلفظ. وربما يعني هنا المعاناة مثلا، قد تجد أنك أمام مثلا فتاة عندها معاناة نفسية كمثال، أو معاناة عائلية، أو حالة ابتزاز في الطفولة، أو عدوان،
يعني في البيت وفي المنزل وانتهاك أو تحرش، فتجد أنه كثير من الناس قد يعني تبدأ القصة كنوع من المعالجة أو الاستشارة أو النصيحة، لكن سرعان ما يكون هناك تعلق من البنت التي تحس بالمشكلة هذه بذلك المستشار أو الشخص أو الطبيب أو من يقوم مقام الطبيب، وفيترتب على ذلك أحيانا تضاعف المشكلة وتضخمها بدلا من حلها. هذا له أثر على نفسية المشهور، يعني واحد من المشايخ من المشهورين يستقبل كثيرا مشاكل الناس حتى على جواله في البيت على بالإيميل، فيقول بعد فترة يعني أصبحت أعيش يعني أزمة نفسية من كثر اطلاعي على مشاكل الناس. هل فعلا يعني أظن هذا شيء سلبي، أن كثرة الاحتكاك بالناس والاطلاع على مشاعرهم يعني إما أن يبلد الإحساس وإما أن يجعلك تعيش هذه الهموم وتعكر نفسيتك وتعكر مزاجك؟ هذا مثل الطبيب أول ما يدخل على المشرحة أحيانا لأول مرة يعني لا يتصور أنه سوف يشهد جثة فضلا عن أنه سوف يقوم بتشريحها، أو مثل المغسل الموتى خلينا نقول مثلا، أو يعني كما يقولون كثرة الإمساس تميت الإحساس تقلل الإحساس. وفي جانب إيجابي أن يكون الإنسان لديه القدرة على الاستماع لهذه المشكلات والتعامل معها بشكل معقول يعني. وتؤثر سلبا ولا ما تؤثر سلبا بعد؟ يعني أحيانا هذا شيء لابد منه، يعني لابد للناس من مستشارين وناصحين، وخاصة كثير من الناس لا يملك دفع الأموال من أجل يعقد جلسة مثلا في عيادة أو في مستشفى، فتكون تلك الكلمات الجميلة التي تأتي مني أو منك أو من فلان يعني فيها تسلية وتعزية. وأنا يعني مما جربته أنه أحيانا لما يكون النطاق ضيق أنا ما أستطيع أكتب رسالة طويلة، ولذلك أختار كلمات قوية ومعبرة، يعني 5-4 كلمات وأرسلها لهذا الإنسان، فتجد أنها تشكل بالنسبة له دعما على أقل تقدير، وربما هذا الدعم يكون انطلاق شرارة أن يصبح يتلقى الأشياء الإيجابية ويتعامل مع الحياة بشكل إيجابي. بعض المشاهير يقولون نحن نعيش عيشة طبيعية، حالنا حال بقية الناس، وبعض المشاهير عندهم غرائب وعجائب، صحيح ولا؟ إيه في الغرائب والعجائب طبعا في ألوان، يعني هناك مثلا مشاهير الشرق والغرب، حتى لما تقرأ تاريخيا يعني في النت عدد من الكتب تكلم عن غرائب المشاهير، سواء كانوا مشاهير في الملوك أو مشاهير في الأدب أو السياسة أو الفن أو الفلسفة أو غيرها، تجد مثلا غرائب أخلاقية في الغرب، تجد غرائب في التصرفات، تجد شذوذات في الأعمال والمواقف، أحيانا مزاج غريب، يعني تجد مثلا واحد يعني عاش 60 سنة في أحد الفنادق دون أن يغير البير قصيري، دون أن يغير غرفته مثلا، وتجد يعني المشاهير حتى في الغرب من أمثال نيتشه وأينشتاين وأديسون وديكارت وغيرهم، كلهم عندهم يعني كثير من الغرائب والعجائب. الشيء الذي أستغربه سواء غرائب على مستوى الأخلاقي أو حتى على مستوى السلوك العادي أو على المستوى النفسي والعقلي في بعض الأحيان، يعني حالات تقول أنها تشبه أن تكون لوثات في العالم العربي والإسلامي وتاريخنا الأمر في ذلك أقل، يعني تجد في حالات غرائب أن تصدر من أناس ربما لا تكون مألوفة يعني عندهم، لكن أولا تجد هذه في حدود معينة وأيضا ليست كثيرة. وأظن أن السبب في ذلك أولا اختلاف الثقافة والبيئة والقيم الموجودة والسائدة في المجتمع، والأمر الثاني هو النقل، عملية المحافظة الموجودة والالتزام يجعل أنه بعض هذه الأشياء حتى لو وجدت فإن مصيرها إلى أن تكتم ولا يتم الحديث عنها بشكل كبير، وإن كان تجد مثلا في كتاب الأغاني أو كتب الأدب بشكل عام، أنا أذكر من الطرائف أنه كان فيه من فقهاء المدينة عبد الله بن أبي عتيق وحفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقيه كبير يعني من فقهاء المدينة وعالم وعابد مرة كان، ولكن يعني فقهاء المدينة كثير منهم يتوسعون في الغناء كما ذكر بعض العلماء، فهذا سمع في العقيق مغنيا ينشد أبيات من الشعر وقالوا صخيرات اليمام وقدموا ركائبهم من آخر الليل للثقل، وردنا على ماء العشيرة والهوى على ملل، يا لهف نفسي على ملل، وقال هذا بصوت يعني جميل، وكان هذا الرجل يصلي الضحى
فلما انتهى من صلاته ذهب إليه وقال عندكم هذا الشيء ولا خبرتونا، وأصر عليه إلى أن يعيد. فلما أعاد نام على ظهره ورفس برجله وقال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. دكتور هل عندك غرائب ولا لا؟ غرائب في عاداتك؟ لك عادات غريبة ولا ما في شيء يعني؟ لا طبيعي. لا ما حالك حال بقية وبعدين يعني. طيب كيف يحافظ المشهور على نفسيته وعلى هدوئه وعلى طبعه العادي يعني رغم الضغوط الكثيرة التي عليه في الحياة وفي مجال عمله يعني؟ أي اولا طبعا لاحظ الفرق بين مثلا انسان حصل على الشهرة مثل كما يقولون كالصاروخ، حصل على الشهرة بين يوم وليلة من دون مقدمات بشكل سريع. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فجاءة النقمة، ويمكن يكون هذا من فجاءة النقمة أحيانا أن يكون شيئا سريعا. يعني الإنسان إذا جاءته نعمة يعني بشكل سريع قد لا يتقن التعامل معها كما ينبغي. بينما إذا كان الإنسان مرت به مراحل ما بين القوة والضعف والمد والجزر والارتفاع والانخفاض والإقبال والإدبار وتدرب على حالات شتى من حالات الزمان، فمثل هذا الإنسان في الغالب أن هذا من أعظم أسباب العصمة من أن يقع ضحية مثلا انخداع أو أن يغفل عن نفسه وعن حقيقته، أو يظن أن مثلا الواقع الذي يعيشه سرمد، أو حتى ينصدم لما قد يشاهد مثلا إعراض الناس عنه أو انصرافهم عنه أو حصول عثرة أو خطأ أو كبوة أو فشل. وهذا من طبيعة الحياة. إذن هذا جانب مهم. في جانب آخر وهو قضية البساطة، حتى في كتب، في كتاب كيف تتعامل أو كيف تعيش حياتك ببساطة، يعني في كثير من النصائح والتوجيهات يمكن أن أقتصر منها على قضية أساسية وجوهرية، وهي قضية يعني أن يحاول الإنسان أن يعيش نفسه، أن يعيش ذاته ويعيش حياته. يعني في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه وكان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. هذا سيد ولاد آدم عليه الصلاة والسلام يقوم بمثل هذه الأعمال. طيب هنا النصيحة لكل إنسان ربما يبتلى بشهرة في وظيفة أو مال أو إعلام أو غيرها، أن يحاول أن لا يعتمد على الآخرين أن يقوموا بهذه الأعمال بالنيابة عنه، وأن يصبح كأنه ملك متوج يريد من الناس دائما أن يكونوا في خدمته، أن يتدرب أن يقوم بهذه الأشياء بنفسه. وأنا أذكر هنا طرفة يعني حصلت للشيخ الشعراوي، أنه كان في الجزائر وحضر جمع غفير جدا في محاضرة، فبعدما انتهت المحاضرة يعني استأذن منهم وانصرف إلى دورات المياه يتوضأ، ثم رجع إليه فسأله واحد يعني قال له يعني ذهبت كان معك الوزراء وإلى آخره، فقال له أنني شعرت أن نفسي كبرت علي فذهبت وقمت بتنظيف وغسيل للمكان هذا يعني المغتسل. يعني هنا هذا المعنى الجميل، هو هذا عمل إنساني رائع وجميل، أن يسعى الإنسان إلى تنظيف المرافق العامة أن يقوم بها، لكن أن يتعمد أن يقوم بها حتى يعني ينتبه إلى هذا المعنى الخطير الذي يمكن أن يفسد عليه نيته وقصده لله سبحانه وتعالى. هذا مهم، وأمثلة ذلك كثيرة، أن الإنسان مثلا يتعود أنه يحمل الأشياء، يتعود أنه مثلا يركب التاكسي في كثير من الأحيان من مكان إلى مكان، صدقني يتعود السفر، السفر والغربة، يعني لما تسافر تجد ناس لا تعرفهم ولا يعرفونك، يعني أنت ظن نفسك هنا أن الناس يعرفونك جميعا وأنك الكوكب الذي يدور حوله الناس، تسافر إلى بلد مجاور تجد لا أحد يعرفك، حتى من الطريف أحد الأصدقاء يقول أنه ذهب للمغرب وهو في مكتبة، حتى ما هو في السوق في المكتبة، مصور أنه اللي يجول للمكتبة هذا لابد يعرفونه يعني. فيقول جاء واحد من آخر المكتبة يقول تخيلت أنه جاي يسلم علي، يعني أتهيأ له، أتهيأ لمصافحتي، فقال يقول لما اقترب مني قال حيد حيد الله يخليك. فهنا يعني البساطة والعفوية، أن يتدرب الإنسان على مثل هذه الأشياء، مثل لما تذهب في المطار أن تحمل أمتعتك بنفسك وتضعها بنفسك، وأن في داخل منزلك تصنع الشاهي مثلا، هذه قصة، أو طعامك إذا أمكن. الشباب يقولوا لي من عادات الشيخ يشرب زنجبيل، ما يشرب شاي يشرب صح زنجبيل. هذا صحيح. وفعلا حتى القهوة فيها زنجبيل، بس هذه مو غريبة، الغريبة أن أحيانا الشيخ ما تتغدى ولا تتعشى. يعني جيتك مرة في جدة فلقيتك مو متريق ولا متغدي، وكان وقت قريب يعني من الليل يعني. إذا سافرت غريبة هذه. إذا كنت مسافر
أفضل أن يكون غدائي غداء صحي يعني الحمد لله في البيت ما لذ وطاب من الفواكه والخضروات، فتجدني يعني أضرب فيها بسم الله بخمسي وأحمد الله على نعمته وأشعر بالعافية تجري في أوصالي. مخرج عندنا أظن فيديو لو تحطه الله يخليك. Ils sont venus chanter l'amitié, la joie. Wes, Gypsy Kings. Tous réunis, ils chantent le foot sur un album unique. L'album officiel de la Coupe du Monde de foot. Que la fête commence. Diffusé sur... فهي صعبة على دوري دور طريقة. هلا هلا هلا. سو معا مقابلة. طيب خلنا بس أبو عبد الله محتاجينك في أكثر من نقطة. الله يبارك فيك ابو عبد الله، تحديدا بين الشوطين يعني ايش اللي قال؟ انا قبل اسوي واقف كذا صراحه. والله يتم الصراحه ابو عبد الله اقول لك اياها، مو بلازم نكون اصدقاء، لكن انت عزيز علي من زمان. الله يخليك. من الناس ان شاء الله. بس وش تحس فيه بالضبط وانت دائما ورا الكاميرات؟ والله شوف فيه اكثر من فريان. لكن المشكله انه انت عارف وهذا عشق ما عاد اقدر. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، شكرا شكرا للاستضافه. الله يسلمك. شكرا ابو عبد الله. قدرت تتعامل معه؟ والله ابراهيم عاد مهما كان يعني حبيب الكل، يعني هذا الشيء يعتبر غريزه في البني ادم ما تقدر تغيره. سمو بدايه يعني مباراه ثقيله ومباراه قويه فاز فيها فريق الهلال، كيف شاهدت مستوى فريق؟ ما لكم اي فائده توقفون وراي؟ لو سمحتوا روحوا هناك. هذا ابراهيم الفريان يقول هذا عشق صار عندي، يعني مقطع طريف. قد يصل الانسان الى هذه المرحله من عشق الكاميرا ولا. طيب بالنسبه للثورات دكتور، الثورات اعطتنا مشاهير، عرفوا بمشاهير الثورات لم يكونوا معروفين من قبل، كيف تصنف هذه النوعيه من الشهره؟ طبعا اعتبر انه يعني بدون شك انه الثورات لها مشاهيرها، من هؤلاء المشاهير من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني يمكن نتذكر مثلا في الثورة التونسية أبو عزيزي رحمه الله وغفر الله، نتذكر في الثورة المصرية مثل خالد سعيد ووائل غنيم وعدد من الأخوات والبنات أيضا المشاركات، في سوريا حمزة الخطيب رحمه الله، وفي منشد اسمه إبراهيم قاشوش، إبراهيم قاشوش، في اليمن أيضا توكل كرمان، وعدد من الشباب المبدعين الذين عرفناهم على الشاشات من يعني يهزون أعواد المنابر. وهناك طبعا وفي الثورة الليبية هناك أيضا رموز وأسماء، المقصود يعني وطبعا هناك رموز عالمية تستلهم يعني في موضوع ما يسمى بالحراك السلمي أو الثورة السلمية، هذه لها أصل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. أنا أعتبر أنه هذا المعنى النبوي لو أن الناس اعتزلوهم يشير إلى نوع من الـ ممكن تعبر عنه المقاطعة أو العصيان المدني أو السلمي أو ما أشبه ذلك من وسائل الضغط التي قد تتحول كما حصل في تلك البلاد العربية إلى نوع من تحول مجرى الأحداث. يعني طيب بما أنك ذكرت توكل كرمان، يعني دور المرأة أو أثر الشهرة على المرأة وخصوصا في الثورات، يعني وهنا يعني أحب أن أتكلم عن المرأة، فعلا أنا تفاجأت بدور المرأة في الثورة اليمنية، يعني كان مفاجئ، كانت كل الصورة اللي عندنا عن اليمن بأن هناك نوع من المحافظة الشديدة جدا للمرأة في اليمن، فلما جاءت الثورة تفاجأنا بأن هناك دور كبير للمرأة في اليمن، والدليل توكل كرمان حصلت على جائزة نوبل يعني. وهذا يدل على أن المحافظة لا تتعارض مع الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة، ليس فقط على صعيد نفسها أو ولدها أو زوجها أو منزلها، وإنما حتى على الصعيد الاجتماعي والصعيد السياسي وفي المجال الخيري والاجتماعي. فعلا الملاحظة التي قلتها أنت ملاحظة صحيحة، هنا نحن ضربنا مثلا لكن هناك آلاف الأمثلة، ودور المرأة في اليمن لا يقل عن دور الرجل. أنا ذهبت زرت اليمن الشمال والجنوب وجدت حقيقة حضورا للأخوات في العمل الاجتماعي والعمل الخيري وأداء يعني متميز، يدل على أن هناك إن شاء الله توجه إلى أن يرتقي هذا البلد ويحقق يعني سمعة متفوقة ممتازة. فيما يتعلق بالمرأة
يعني الشهرة فيما يخص المرأة. المرأة مثل الرجل، هي شركة الرجل في أصل الخلقة والتكليف، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني هنا مثلا المرأة ممكن أن تكون عالمة، فقيهة، أديبة، شاعرة، كاتبة، روائية، قصاصة، بل مديرة وقائدة في كثير من الأعمال الاجتماعية والأعمال الإدارية، وممكن أن تكون مبدعة وسباقة. ونحن نجد أن هناك الآلاف من الأسماء التي تحتفل بها اليوم الصحافة والمواقع الإلكترونية والمجتمعات العربية والإسلامية، فضلاً طبعاً عن الوضع العالمي. أنا نتحدث عن العالم العربي والإسلامي باعتبار أن هناك قدر من الانضباط القيمي والأخلاقي لم يمنع المرأة من أن تؤدي دورها بشكل فاضل، على أن الشهرة هنا ليست فقط هي المعيار. يعني هم يقولون دائماً خلف كل عظيم امرأة. إذن هناك نساء كثيرات يعني مقصورات في بيوتهن، ربما تتوفر بصبر يحمد لها، ليست تتطلب الشهرة، ولكن أداؤها في تربية أولادها، في دعم وإسناد شريكها، في البناء، في التأثير، في العمل، يعني شيء عظيم جدا. يعني أظن أن المشهورين عليهم مسؤولية كبيرة، لأن كثير من الناس يحبون أن يقلدوا المشاهير أو يحاكوهم. فهني يبرز مفهوم القدوة، على المشهور أن يشعر بمثل هذا المفهوم أو يعني يكون منتبه له. أي عندك التقليد أو المحاكاة. طبعا في المحاكاة الهازلة أحيانا تجد الآن في الإعلام الجديد، اليوتيوب مليان مثلا مقاطع، وكذلك في تويتر وغيره، هناك ألوان من المحاكاة للمشاهير على سبيل خلينا نقول إما السخرية أو على سبيل الطرفة، وأنا أعتبر بينهما فرق. أما السخرية فتستهدف الإطاحة بشكل غير شرعي غير أخلاقي، هذا لا شك أنه نمط لا يجوز. وهناك نوع من المحاكاة التي فيها طرافة، وأنا أذكر مثلا بعض الشباب يقلدون صوت فلان من العلماء، وحصل أنهم يستأذنون مثل هذا الشيخ أو العالم، فيقول لهم لا بأس، لا مانع من ذلك. أذكر الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن جبريل رحمه الله، وسألناهم عن مثل هذا، ويعني لم يروا في ذلك حرجا، أنه القصد فيه نوع من الاستحسان لهذا المعنى. أحيانا تكون محاكاة لشهير لها رسالة معينة، وهذه الرسالة مقصودة ويمكن لا تتحقق إلا من خلال هذا المعنى. في جانب آخر وهو التقليد من خلال أنه نمط الشهير أو خلينا نقول البطل يعني ينعكس على المشاهدين، بحيث أنه مثلا تجد كثير من النساء طبعا على وجه الخصوص أكثر في هذا الجانب، أنه والله تقلد قصة أو شكل أو حتى عملية تجميل. يعني الآن في الخليج السنة دي 10-15% من البنات يعملون عملية تجميل، والغالب أنه من أجل أن تكون مثل هذه الفنانة أو المغنية أو فتاة الشاشة أو شخصية نسائية سواء محلية أو عربية أو عالمية في أحيان كثيرة. يعني فهذا جانب ينبغي أن يراعى وينتبه له. طبعا الشباب نفس الشيء، قد يكون عندهم محاكاة لأشخاص معينين، محاكاة في اللبس أو محاكاة في الصورة. أحيانا المحاكاة تصل إلى درجة مثل ما يسمون الآن ثقافة الإيمو. يعني في أشياء كثيرة جدا، مفاهيم منحرفة تشيع وتنتشر بسبب يعني ملاحقة هذه الرموز دون وعي ودون يقظة، وتنعكس على إذا غابت الأسرة ولم تراقب الشاب، تنعكس هذه على أخلاقه وعلى شخصيته، تصادر شخصيته، تهدر قيمته. بينما ينبغي أن يتربى الفتى والفتاة على أن يكون له شخصيته المستقلة. يمكن أحاكيك في جزئية معينة، لكن لا تصل القصة إلى أن تذوب شخصيتي في هذا الإنسان أو في هذه الإنسانة. في جانب ثالث في موضوع المحاكاة والتقليد، وهو أن كثير من القدوات أو المشاهير مثل ما تفضلت، يعني عندهم ما يقولونه، عندهم تجربة في الحياة، سواء والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، من الشرق أو من الغرب. هذا شخص مبدع في شركة، مبدع في إنتاج معين، مبدع في برنامج تلفزيوني، مبدع في عمل من الأعمال الحياتية النافعة التي يمكن أن يستفيد منها البشر كلهم جميعا. فهنا عملية الاستفادة من تجاربهم، بقراءة سيرهم، بمعرفة العقبات التي تحدوها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهنا عملية يعني محاكاة هؤلاء الأشخاص والاستفادة من تجربتهم معنى مهم. عرفنا كثير من الأشخاص اشتهروا فجأة
ثم اختفوا فجأة ولم نعد نسمع عنهم، سواء كانوا من المشايخ والعلماء أو حتى من الممثلين أو في مختلف المجالات. ما السبب الذي يجعل الشخص يشتهر فجأة ثم يختفي فجأة؟ نسيان، نسيهم الناس. نسيهم الناس. أي طبعا، هذا عادة أنه الذي يأتي فجأة يذهب فجأة، إن القصة ليست مبنية على أصولها. لما تكون الشهرة هنا يعني هدف بذاتها، أو الإنسان يتعمد أن يصل إليها بأي طريقة. قضية يمكن نتحدث عن يعني أحيانا النسيان، نسيان من الناس، أن ينسى الناس هذا الشخص المشهور. هنا أيضا هذا قد يرجع إلى عملية الوفاء، يعني يوجد وفاء عند الناس. يعني أنا أذكر هنا مثلا شخص قرأت قصته قبل فترة في النت في مصر، أخ حضر دورة في مصر، وكان المدرب يقول لهم يعني أغمضوا أعينكم، تذكروا شخص مؤثر في حياتكم. وهذا الشخص أغمض عينيه وتذكر، فوجد أنه في معلمة درست في يمكن المرحلة الأولى الابتدائية، وكان لها دور كبير جدا في تحبيب العلم إليه وأخلاق وشيء من هذا القبيل. فقام وكتب لها رسالة، استذكر أنه يذهب إليها ويوصل الرسالة، وجد أنها سافرت إلى بلد عربي آخر، ولكن وجد عنوانها، فقام بإرسال الرسالة إليها ونسي هذه الرسالة. وجد أنه بعد فترة جاءه من تلك المرأة رسالة أخرى تقول له: أنا زوجي مات وأولادي تفرقوا، كل واحد وبناتي كل واحد في مكان في العالم، أنا الآن وحيدة وحس بالغربة، الناس نسوني، كل السنوات التي قضيتها في التعليم والناس الذين شاركت في تربيتهم وبنائهم وتأهيلهم للحياة لا يكادون يستذكرونني، جاءتني رسالتك على حين فاقة، بكيت لما قرأتها ووضعتها في برواز وعلقتها في غرفتي. وصارت القصة هذه يعني شيء مؤثر وكبير. وذلك أنا أقول علينا أن نستذكر أولئك الناس الذين لهم تأثير علينا، مدرسينا مثلا في المرحلة الابتدائية أو غيرها، إمام المسجد الذي كان يرعانا ويتعاهدنا، المربي القريب، الرجل في الحي الذي ربما علمنا كيف نقرأ الكتب أو نقرأ مثلا مجلات الأطفال. نحاول أن نستذكر في حياتنا أولئك الناس الذين لهم بصمة علينا، سواء كانوا مشاهير أو غير مشاهير، ونحاول أن نقدم لهم كلمة شكر. هل تأتيك مثل هذه النوعية من الرسائل؟ إيه تأتي، يعني بقدر ما قدمت للناس وهو قليل يأتيني من هذه الرسائل، والحمد لله. يعني قضية أمراض المشاهير، لا شك بأن الشهرة يعني تصاحبها أمراض وتصاحبها عيوب تتعلق بالمشهور نفسه. يعني ما هي أبرز هذه العيوب؟ أعتقد أكثر الأمراض يمكن أمراض نفسية، يعني مثل أمراض المشاهير الاكتئاب، القلق، حتى لو كانوا يعني أحيانا يبتسمون ويضحكون ويضحكون، لكن هذا لا يمنع أن يكونوا مصابين بآفة. قضية الاضطراب النفسي، أحياناً ألوان من الاضطرابات النفسية على مستويات مختلفة تصيب هؤلاء المشاهير. أيضاً هناك غير الأمراض والآفات النفسية، هناك أمراض من نوع آخر، أمراض تتعلق بشخصية هذا الإنسان المشهور أو طريقته في التفكير. إنه مثلاً إذا كان إنسان نبغ في شيء أو نجح في شيء، قد يبدو كماله كان يحسن كل الأشياء. يعني مثلا تجد إنسان ربما برز في جانب العلم الشرعي والفقه والحلال والحرام، تجد هذا الإنسان مثلا قد يكون يدخل في تأويل الرؤيا، ويدخل مثلا في الكثير من الاستشارات الاجتماعية التي تتطلب رؤية وبعد نظر، وقد يتحدث في قضايا كثيرة دون أن يكون عنده فيها إلمام. أو العكس، ربما يكون شخصا داعية، يعني يؤثر في النفوس ويهز القلوب ويتوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يحرك إيمانهم وضمائرهم، لكنه يعني يدخل في الفقه والأحكام والحلال والحرام، ويتكلم مثلا في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقريبة والبعيدة. وأنا هنا أقول ليست القصة فقط تخصص، وإنما على الإنسان أن لا يتوقف عند حد معين. أنت قبل قليل ذكرت لي مسألة النسيان، المشاهير الذين ينسون. يمكن من أسباب النسيان أن يكون الإنسان لا يطور نفسه، يعني يكتفي بمرحلة معينة أو مستوى أو شهادة حصل عليها، الدكتوراه مثلا، بينما الواجب أن الإنسان يسعى إلى أن يجدد نفسه باستمرار ويطور نفسه، ويدري أنه في اللحظة التي يتوقف فيها عن تطوير الذات، عن القراءة، الإبداع، الابتكار، مواكبة الجديد، فإنها هي تلك اللحظة التي ينتهي فيها. الشباب يقولوا لي قصة الشيخ مع التاكسي، ما نعرفها، يقول خلي الشيخ يقولها. قصتك مع التاكسي؟ هي أنا ذكرت يعني هذه طبعا قصة قديمة، يمكن أحد الشباب يعني لا يخلو والله أعلم من بنيته. يعني أنا كنت راكب تاكسي قبل يمكن كم سنة؟ 20 سنة أتوقع. وكان في يعني نزلني في وسط الرياض، يعني في يعني سوق مزدحم، والتاكسي هذا يبدو أنه ملدوغ من كثير من الشباب الذين
يعني ينزلون ثم يفاوضونه على القيمة ثم يهربون، فهو متعود يبدو على الحركة هذه. أنا لا أعرف ذلك، فلذلك فتحت الباب وأنا أقول له يعني كم الحساب، وقال مثلا مبلغ، أنا حاولت أني أماكس لا نزل ومن هو توقع أن هذه المجموعة، فسرعان ما يعني خطف بسرعة غترتي وطاقيتي وبعض الثوب يعني تقطعت الأزارير وولى مدبرا وهرب، يعني الحمد لله يعني نجوت منه. لكن كانت المشكلة أني في وسط الشارع بدون غترة ولا طاقية ولا حتى أزارير، يعني فماذا أصنع حتى يعني كيف شيء يعني أخفف فيه نفسي، وكنت معروف في ذاك الوقت لقيني أحد يعرفني. طبعا المنطقة هذه منطقة فيها مجموعة من الأصدقاء، يعني كانت قريبة من مسجد صديقنا وحبيبنا الشيخ عبد الوهاب الطريري، يعني مركز البلد يعني. فطبعا هنا أنا يعني غطيت وجهي بيدي، ثم ذهبت أبحث، وجدت في البداية واحد أولا خياط، قمت بخلع ثوبي له حتى يخيط الأزارير، الحمد لله انحلت عقدة. ثم وجدت إلى جواري واحد يبيع طواقي، وبعد قليل وجدت واحد يبيع غتر، لكن المشكلة الغترة لازم تكوى يعني، ليست مشكلة، المهم أنه كواها بطريقة معينة وأخذت الغترة هذه بحيث يبدو الأمر معقولا. يعني في قضية المشاهير والأطفال نلاحظ الأيام، وأنا ترى بالمناسبة أحب أني أركب التكاسي، يعني إلى الآن تركب تكسي؟ هذا أبدا، اليوم وأمس والأيام هذه في غالب الأحيان أنني ما شاء الله أجد حقيقة أجد استمتاع، ليس فقط بالحديث معه أحيانا والسواليف أو الاستفادة من الوقت، لكن قد تكون عادة، ممكن نعتبرها من عادات عادات مشاهير الغريبة، يعني عادة عادية يعني. الشهرة والأطفال أحيانا يزج بالأطفال في ميادين حتى يشتهروا فيها، هل من صالح الطفولة أن تشهر بهذه الطريقة؟ هو شهرة الأطفال مشكلة، لأن في كثير من الأحيان تغتال براءة الأطفال، وتجد هذا الطفل كأنه شب فجأة، تجد أحيانا بعض الأطفال تشاهدهم مثلا في القنوات يعني أنه أصبح يقلد يحاكي الكبار حتى في لباسه وفي طريقته في الكلام وغير ذلك. أحيانا ربما يكون هناك حاجة إلى أطفال يظهرون يؤدون بعض الأدوار، يخاطبون أبناء جنسهم، ليس هذا، وفي العالم كله هناك برامج، وفي العالم العربي أيضا والمحطات والقنوات وفي مواقع في اليوتيوب. اليوم أنا شفت موقع يعني أو قناة يقول وش تحس بو هذه قصيمية طبعا. فالمهم أنه يحدث شيء من ذلك، لكن المقصود هنا دور الأسرة مهم جدا، الحفاظ على الطفل هذا، تربيته. ممكن طفلي إذا كان من هذا الصنف إذا جاء للبيت أنا ممكن أكلفه اليوم بأنه هو الذي يقوم بمثلا حمل المائدة وإعادتها إلى المطبخ أو تقديم الطعام، أن يقوم بتنظيف مثلا الغرفة أو تنظيف مكان معين في البيت، بحيث يتدرب الطفل هنا على أنه لا تشغله مثل هذه الأعمال عن نفسه وذاته أو تغتال براءته وطفولته. يعني هذا جانب مهم جدا. دكتور، أين نجد قضية الشهرة في هدايات القرآن في دقيقتين بس؟ في القرآن الكريم يمكن أقرب سورة وكثير من، لكن في سورة الكهف، أنا لاحظت سورة الكهف أولا أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هؤلاء أبناء ملوك، ومع ذلك يعني يقول بعض السلف كان في آذانهم الأقراط والشغب يعني معلقة، لأنهم نشأوا في بيت في بيوت ثروة وعز وترف، ومع ذلك هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فاختاروا الكهف على القصر، هذا الاختيار الإيماني اختارهم الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة. في القرآن الكريم تجد قصة موسى والخضر، وهؤلاء أيضا مشاهير، هذا نبي وهذا أيضا نبي وأولي، والأقرب أنه نبي أيضا. وموسى هنا سبحان الله قضية المشاهير، موسى مشهور وعالم، لما سئل أي الناس أعلم قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأخبره أن عبدا لله تعالى بمجمع البحرين هو أعلم منه. فذهب موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كان درسا في التعلم والتواضع والأخذ والتفاعل، مع أن موسى أفضل إلا أنه مع ذلك تعلم منه الكثير، يعني كما في المواقع الثلاثة. هناك في القرآن الكريم أيضا في سورة الكهف قصة ذي القرنين، وهذا رجل له شهرة وله مكانة، بعضهم يقول هو الإسكندر المقدوني، قد يكون ذلك كذلك أو غير هذا. المهم هذا الإسكندر أيضا بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر تاريخه والفتح الذي فتحه، وقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ويتجلى في هذا حقيقة، في كل هذه القصص تتجلى الرحمة. في قصة أصحاب الكهف
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. في قصة موسى والخضر قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، العلم مع الرحمة. وفي قصة ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهنا تظهر الرحمة وأهمية أن يكون الناس رحماء بينهم كما قال ربنا سبحانه. دكتور سؤال أخير، هل هناك مشهور تغبط أو تغار منه بكونك أنت مشهور أيضا؟ أنا لا أعتبر نفسي مشهور، أنا أعتبر نفسي لا، هذه حقيقة يعني حتى لو أنت ما اعتبرت نفسك في حقيقة أنا عرفت يعني عرفت ذلك جيدا. يعني يجب الإنسان لا ينخدع عن نفسه، قد تجد من يعرفك أو يسلم عليك أو يقول لك كلاما حسنا، لكن لا يجب أن يخدعك عن نفسك وعن ذاتك. وأنه إذا كان هذا يعرفك فهناك يعني الملايين الذين لا يعرفونك، أو قد يكونون يعرفونك ولكنهم لا يرون أن لديك ما يمكن أن يستفاد. شكرا لك دكتور سلمان العودة، وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على متابعتكم. إلى أن نلتقي في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم. حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.